كده تمام جدا، نقدر بقى ان احنا نقفل ده ونقوم رايحين على البلكسس لاير ونروح على الكيوب ونفتح الكيوب زي ما احنا. تمام، هنلاقيها بالمنظر ده. انت حر بقى، عايز تروح لللاين ريندرر وعايز انك انت تزود الكونكتيفيتي، اتس اب تو يو، براحتك. تمام، دي زي ما انت عايز. ممكن تحط كمان ريندرر على فكرة، تحط اللي هو الترينجوليشن ريندرر. في الترينجوليشن ريندرر هتقوم قايل له برضه vertex of only one group اللي هي جروب 2. تمام، بالمنظر ده كده. هتاخد دي تقول له مثلا 3 بوينتس وتقلل المسافة اللي هو هيشتغل فيها. حاجة بالشكل ده كده. ممكن تقوله get color from vertices، لأ لأنك انت عايز color تاني. تمام، اللي هو نفس الكلر بتاعنا بالشكل ده. أصبح كده الباك جراوند عندك بقت فيها faces، بقت فيها vertices، بقت فيها lines، بقت technical قوية. جميل جدا. عشان نكسر الباترن اللي في الكيوب ده، تمام، هروح هنا الافكتور واقوم قايل له اد نويز. ماشي، النويز افكتور ده هياخد جروب 1، مش عايز اكتر من كده، هو بس سنه اكتر من كده مش عايز. يمكن مثلا هقول مثلا 20 ولا حاجه، بس انا مش عايز اكتر من كده. ليه؟ لاني انا مش عايز احس ان هي كيوب مرسوم. هو مدي شكل الستريت لاينز، بس في نفس الوقت يبقى فيه شويه راندوم. هو بس ده اللي انا محتاجه منه، اكتر من كده انا مش محتاج منه اي حاجه. كده الاليمنتس دي بتاعه البلكسس انتهت. انا بس كل اللي عايز اوريه لكم، انا كنترول اس كنترول الت واي عشان احط ادجستمنت لاير، وعايز اعمل هنا جلو، عايز احط جلو. ماشي، هنا بقى هقلب، لا مش هقلب لان في افكتس عندي مش هتشتغل على 32 بت بالشكل ده. فانا عايز اروح للثريشولد واعلي الثريشولد شويه او اقلله وازود الراديوس. هو ده لوحده اداها اللوك اصلا. تمام، وفي الجلو انتنستي عايز احط دي 0.5. ليه 0.5؟ لاني انا هزود ده سن واخلي ده واحد وكنترول دي وهخلي ده 0.3 مثلا. بس ده بقى هيبقى كده على الاقل. تمام، والراديوس بتاعه اقل. حد واخد باله؟ احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده عملنا زي ما نكون عملنا سبوت على الهيرو بتاعنا، على احنا ركزنا عين اللي بيتفرج على ده. كل ده بايه؟ بالجلو. عملت سوفت جلو في الباك جراوند من ورا، وبعدين عملت شارب جلو على الهيرو اللي احنا عايزين نشتغل عليه. ده انا ممكن ان انا ازوده او اقلله زي ما انا عايز. لو انا قللت الريديوس، مش عايز اقلل الريديوس، انا عايز ازود الريديوس. ممكن اقلل دي سن. تمام، لكن الوضع كده عاجبني جدا. الاليمنت اللي بعد ده اللي هي السيلز او الخلايا. بس قبل السيلز او الخلايا انا عايز اسمي دي الاول جلو، كنترول الت واي تاني، ودي هنسميها سي سي اختصار للكالر كوركشن. ويمكن هقول افكت ما افتكرش ان كتير منكم سمع عنه قبل كده. تمام، اسمه كالر ليومينر. او راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ ولا ليه؟ احنا نقعد ندور. ال يو ام. تمام، ليومتري كالر. ليومتري كالر حاجه كده اكتشفتها جديده تحفه. خلاص، لو انا رحت الكرييتيف، مش عايز اقول لك اي حاجه، روح بس الكرييتيف اكتبها، اختار من هنا ملف اللوت اللي انت عايزه. لو عملت براوز وعندك ملفات ال يو تي بجد هتاخد لوكس سينيماتكس. تمام، بص كده مثلا، لو خدنا حاجه زي كده، لو خدنا حاجه زي كده، خدنا
خلاص كده شغل اكس فايلز. تمام، خدنا حاجة زي كده، خدنا زي كده، جرب اللوكات اللي انت عايزها كلها في اتش دي ار. ال ال دي ار ده على طول اعرف ان فيه كونتراست عالية. تمام، براحتك. انا يعني مثلا انا عاجبني اللوك اللي هو الكولد. تمام، في حاجة مثلا زي كده، براحتك بقى، انت عيش زي ما انت عايز، لان الافكت ده رهيب في الكالر جريدنج وفي الاثنين، في الجريدنج والكوركشن. بصراحه في تحت لسه. الايرون الايرون الايرونز دي جامدين قوي، الكام واحده دول. ماشي، لكن انا هاخد واحد منهم. افتكر كان في اس ال كلين كودك ان دي ار. تمام، لا مش ده، حاجه زي ده كده. او انا احترت، ممكن زي ده. اسال بلو مون عندك هنا بقى، في فيدت فيلم، في شاربنس لو انت عايز بالظبط يبان كده ان هو شارب. لو انت عايز ديتيلز، لو انت عايزه ممكن تعمل كي فريم كانك بتحاكي الديبس اوف فيلد على فكره، بالظبط في حاجه زي كده. فايبرانس كده بتعمل دي ساتوريت كده، انت هتديله كلر بانش. ساتوريشن نفس الموضوع. تينت بالانس لو انت قللت تينت بالانس، ما افتكرش انها هتعمل اي حاجه دلوقتي. في عندك هنا، عندك هنا كيرفس، عندك هنا كلر 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 ويلز، عندك هنا سكن بجد فظيع يعني. عندك هنا، عندك هنا كيينج. تمام، لو انت عايز تعمل كيينج، مش عايز اقعد بقى اتكلم في كل ده عشان محدش يتلخبط. تمام، المهم يعني ان انت عندك في الافكت ده كل الكالر كوركشن تولز اللي انت محتاجها. تمام، بس الفيدت فيلم ده لو انت عايز تدي الفيلم بهتان، يعني عايز يبقى فيه دي ساتوريشن. ودي على فكره مفيده انها ما تخليش الحاجه طالعه كانها سي جي، يعني ما تبانش انها طالعه سي جي، تبان انها طالعه ناتشرال. ممكن بعد ده كله ان احنا نحط بوينت هنا ونسحب دي لتحت. وخلي بالك ان الكيرفز بتاعه سنسيتيف قوي، يعني شوفوا انا يا دوب سحبت دي بس تحت كده، عمل اللي انت شايفه ده. نفس القصه في الهايلايتس، يا دوب يعني، لانه فعلا هو سنسيتيف. بس ده بالنسبه للكالر كوركشن لاير. في المحاضره اللي جايه هنتكلم على ازاي نعمل السيلز اللي بتتقسم حوالين الدي ان ايه.